السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويبقى احسن حال. الجدة روزي النهارده جاي ومعاها حاجه جديده، يا رب تنال اعجابكم. النهارده هقول معنى للكلمه وهي خالص مالس بالس. وليه الكلمه دي قلناها وجات في عهد مين؟ الكلمه دي ترجع الى عهد الفاطميون، حيث كان الفاطميون يفتحون أبواب القاهرة مع أول ضوء للفجر، وكان لا يسمحون بدخول التجار إلا بعد دفع الضريبة المقررة يوما، وكانت أبواب المدينة تفتح مع أول ضوء للفجر وتغلق بعد المغرب يوميا، ويظل التجار يتحاشدون على أبواب وبجانبهم ليلة في انتظار فتح مصانعهم صباحا. وكان التجار منهم من يدفع الضريبة بالكامل فيحصل على صك بأنه خالص، وأنه يبيع بضاعته في أي سوق أو أي وكالة منهم أو في أي مكان في مصر يعني، لأنه هو دفع الضرائب. وكان من يرى أن الضرائب المفروضة دي كتير عليه فهو مش هيقدر يدفعها، وأن البضاعة بتاعته أقل من الضرائب المفروضة، كان يمسكوا بلاصة عسل ويدوها للجنود أو ينحوها للجنود الواقفين على البوابات، لكل واحد بلاصة من العسل، فاسمح له الجنود بالمرور حين التفتيش. يقول لبعضهم البعض اتركوه فهو بالص، أي منحهم بلاصة أو أكثر. ومن التجار من كانت تجارتهم صغيرة لا تتعدى حمولة حمار أو جمل واحد، فكان يسور بها بجوار القافلة مما دفعوا الضرائب، فيعودوا منها ويتهربوا من الضرائب. فلو رآه الجنود في شوارع المدينة يسألوا هو خالص أم بالص، لتأتي الإجابة من أحدهما لا هذا ولا ذاك، لعله مالص أي تملص من دفع الضرائب، فيذهبون إليه ليطالبونه بتقديم السك لدفع فواتيره أو الكلمة اللي على لسان العام، لا هي خالص لا مالس لا بالس. فأتت كلمة خالص ومالس وبالس بهذا المعنى، واحنا دايما نقولها خالص ولا مالس واحنا مش عارفين يعني ايه خالص ولا مالس ولا بالس. وساعات كنا نقولوها في لعبة من الألعاب اللي هي بتاعة الاستغماية، خالص ولا بالس، واحنا مش عارفين يعني ايه خالص ويعني ايه بالص ويعني ايه مالص. ويا ربي يا حبايبي تكون عجبتكم، ولينا لقاء اخر في معنى من مثل او كلمة بنقولها ومش عارفين معناها. والسلام عليكم.